ازيكم اصحابنا؟ عاملين ايه؟ معاكم جودي، معاكم جاده، من قناه عالم جديد. هذا العالم بدا جديد، بس قبل ما نبدا بدا نستعرض ده من خمس الاخلاق. النهارده صورنا مخصوص علشان خاطر جاده عايزه توريكم ايه اللي موجود في شعرها. وريني كده، بصوا بقى، صحينا على الصبح كده لقيتها ماسكه لي التليفون وقالت لي اعملي لي التسريحه دي. هي التسريحه دي كانت نفس الكلام ده كله، بس كان من هنا المفروض الشعر سايب مش متضفر، بس احنا ضفرناه علشان يبقى ملموم في المدرسه. صح، صاحبتك بتعملها دايما. عيوني يا قمر. طب انت هتفضلي شايله الشنطه؟ امسكي كده يا قلبي، تقيله ناقص كتاب، بس انت برضو شنطتك تقيله، انا شلتها. طيب هنصور النهارده معاهم روتين يومنا. مدرسه ودرس للانسه ومذاكره وكتابه واجب. ايه رايكم؟ يبقى كده صورنا اليوم من اوله لاخره. دلوقتي على المدرسه. ايه لبست دول؟ لبس الدول عشان هي رايحه حفله. يلا بينا. اهو يا قمر، اهو على المدرسة. إلى المدرسة. إلى المدرسة. هي على ولا إلى؟ أنا قلت على. لا أنا آسف، أنا آسف. إلى المدرسة. تسمعوا الكلام ونقول إيه؟ نعم وحاضر. نقول إيه تاني؟ حاضر ونعم. حاضر ونعم، ونعم وحاضر. ماشي، ربنا يعدي اليوم على خير بإذن الله. هات إيدك يا سكر. طب لما انام؟ لا انا اللي هروح انام. لما اول حاجه انا هاجي لكم عند باب المدرسه علشان نودي جوجو الدرس. هنتصرف يا قمر، واخدك يا قمر انت كمان عشان تطلع تحضر معايا الدرس. يلا بينا. طيب المفروض دلوقتي ان الساعه 1:50، وانا المفروض انزل واحده علشان اجيب جيداء وجودي من المدرسه وودي جودي على الدرس على طول. تمام. دلوقتي انا بجهز هنا ايه، او عملت ايه يعني؟ عملت لها هنا عصير جوافة في المج السيليكون ده. المج ده جميل جدا، مهما بيترج او بيتحرك طول ما انت ماشية، او لو حطاه في حاجة ما بيوقعش اي حاجة. ممتاز جدا، وميزته ان هو بعد ما بتشربي بينكمش كده في بعضه. بصوا بيبقى زي كده بالظبط. بعد ما بنخلص المشروب اللي فيه طبعا بنلمه كده، بيبقى بالشكل ده. المهم اخدت لها هنا جوافة، وهنا بقى عملت ايه؟ عملت حاجة بنحبها قوي، حاجة كده ايه زي تصبيرة كده. ده عيش بلدي عادي جدا اللي على الوش دي، اسمها سلطة بيتزا او خلطة بيتزا، بنجيبها من فتح الله جملة ماركت. بتبقى عبارة عن مجموعة من الاجبان، زيتون، بيبقى فيها لانشون، بيبقى فيها بسطرمة، بيبقى فيها يعني ايه خلطة كده كاملة ممكن تعملي بيها بيتزا. احنا ساعات كمان بنعمل بيها بيتزا، بس الاكتر ان احنا بنعمل بيها طريقة رغيف العيش دي. بنعمل ايه بقى؟ هو رغيف العيش من غير اي حاجة. طبعا انا بحتفظ بيها في الفريزر. بطلعها باخد منها حبة بحطهم على رغيف العيش، وبعد كده على الميكروويف. تمام. وبنديله تسخينة عادية جدا كأنك بتسخني رغيف عيش اهو، بس كده. طبعا عملت واحد هنا لجايدة وواحد هنا لجودي. تمام. هوريكم بقى الشكل النهائي لما يطلع، تحفة. ده كده الشكل النهائي بتاعه. طبعا في جبنة هنا ساحت اهو زي ما انتوا شايفين. المكونات ابتدت بصوا تمسك في رغيف العيش، يعني تبرد سنة بسيطة وهتلاقي كله مسك في بعضه. تمام. دلوقتي هنغطي بقى الكلام ده كويس جدا كده، ويلا بينا على ايه؟ على المدرسة. ادي واحدة جت والتانية انا اساسا جايباها وقاعدة جنبي. كويس ان انت عرفتي مكاننا على طول. ده خلاص سألت عليكي. خلاص هيبقى ده مكاننا على طول، هنستناكي هنا. يلا تعالي اقعدي. بصي على الإذاعة يوم الثلاث. هتطلعي ايه؟ الإذاعة يوم الثلاث. هتطلعي الإذاعة يوم الثلاث؟ الحكمة الإنجليش؟ إيه؟ الحكمة الإنجليش؟ قلتي للمس عليها؟ قوليها كده. Stay strong for yourself. يعني ماشي. طب يلا كلي بقى. بصي أنا عاملة لك التصبيرة اللي أنت بتحبيها. احنا بنعمل إيه تصبيرة؟ عيش؟ أيوه. في الميكروويف. ما جبتش حاجة من عندي. طيب طيب حذر فذر. ماما عاملة لك هنا عصير ايه؟ لا ليمون. لا جوافة اكيد. يلا بسرعة 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 عشان اختك عندها درس.
الأمرية بتاعتنا جت حبيبة قلبي، عاملة ايه؟ اطلع بصوا بنتي التانية دي، بنتي من تانية ابتدائي صح؟ لا بس احنا كبرنا دلوقتي وبقينا في اولى اعدادي وبقينا اطول من الميس صح؟ تعالي انتي خالتي دلوقتي. واحدة بصوا لمت الرغيف زي الساندوتش ازاي، والتانية مسكت في العصير. سيبي لاختك مش مشكلة، سيبي لاختك تشرب، اختك عندها درس، انت مروحة معايا. جودي مروحة معايا ولسه الدرس بتاعها كمان ساعتين، يمكن اتغذى شوية. طب كولي. طيب لا اكيد. طب اشربي يلا عصير. اشرب وانا بعديها. اليوم كان حلو النهاردة في المدرسة، كان كله جميل. خلصي الدرس بقى تعيطي في الدرس. اوعي ايه؟ اوعي ايه؟ انا هعيط. لا انت هتعيطي؟ انا هعيط. لو جودي عيطت النهارده في درس الانجليش معايا انا هخرجها من الدرس. طب وانا انت هو ليش على كده؟ لا اتفقنا. لا اتفقنا. اوعي تعيطي. قولوا لها لو نزلت درجة او عملت حاجة غلط كلنا بنغلط. مش كل حاجة تعيط. مش كل حاجة ايه؟ عيط. مش كل حاجة ايه؟ عيط. عيط. يلا يا قلبي عشان الدرس. دلوقتي رايحين على ال مش قادر لكم قربت اخلصوا. رايحين على الدرس والقبلة عمالة تشرب في العصير. خلصنا درس. ايوه ما عيطتش. خلصنا درس. لو كنت عيطتي كنت هخرجك من الدرس. انت حرة. جودي النهاردة كانت خايفة من الامتحان. خلصنا درس تمام. النهاردة طبعا كان الاساسي عندنا ان انا ايه في امتحان عامله لهم. بصوا بقى عيطت مش عيطت، كانت هتعيط. ليه بقى؟ انا بصحح ورق الامتحان بسرعة. بعمل ايه بسرعة؟ وهي بتحل المفروض هنا هنشيل داز. استني عشان الكاميرا تركز. هنشيل داز عشان هي داز اللي فيها غلط، وهنكتب مكانها دو. تمام؟ اللي هو سؤال الكوريكت. هي حطت شرطة تحت دو هنا، فوانا بصحح بسرعة افتكرت ان دو هي اللي لازم تتشال. فقلت لها لا ده هنا سأل بدز يبقى الاجابة لازم تبقى دز. بعد كده قالت لي لا يا ماما ده الغلطة هنا في دز لان السبجكت يو. قلت لها لا ايه كانت هتعيط هنا في دو. بس انت غلطتي انك حطيتي ايه شرطة هنا، لغبطتيني وانا بصحح. طبعا بعد ما اديتها هنا 4 رجعت اديتها 5 وصلحنا واديت لها 20 والحمد لله 30 سوري والحمد لله ما عيطتش. بس عملت حاجة تانية. عملت ايه؟ كسرت ايه؟ كسرت الكرسي. حاجة بتطير. حاجة ثواني عشان اوصف لهم. حاجة بتطير شبه العنكبوتة بس مش عنكبوتة. قامت تنط فوق الكرسي وتقول لي عنكبوتة عنكبوتة. راحت نط فوق كرسي السفرة راحت كسرة ظهره. ينفع؟ خدت الشر وراحت. قومي يلا عشان تجيبي اختك من الدرس ونطلع نتغدى ونكمل يومنا. خلاص يلا يا قمر. دلوقتي احنا رجعنا من الدرس. شوفي بقى واتغدينا وقاعدين بنتخانق. قاعدين بنعمل ايه؟ بنتخانق. احنا مش بنكتب واجب. مش بنكتب واجب. احنا قاعدين بنتخانق. انا عايزاكي توريهم انت بتكتبي حرف التي ازاي. ازاي انا ما اخدتش بالي ازاي؟ يلا وريني. لا الوريني القديم كده بتعمليه ازاي؟ حد يعمل الشرطة الاول. انا عمري ما شفت كده. انا شفت كتير وقليل ما شفتش كده. بالراحة يا جايدة محدش بيجري وراكي. وريني هتعملي بقى بعد كده ازاي. وريني يلا. امشي على السطر. كبري الدبليو شوية. يلا وريني هتكتبي الجديدة ولا القديمة. لا الجديدة. وريني يلا كده. ايوة كده. ازاي انا دي ما عدتش عليا قبل كده. طولي القل شوية. مشكلة جايدة ان هي بتحب تكتب بسرعة عشان تخلص بسرعة. لا ما تهزريش. يلا دلوقتي يا جايدة قاعدة بتكتب الواجبات وجودي برضو قاعدة بتكتب الواجبات. بس انا مش راضية اوريكو ايه اللي عند رجليها من هنا. يعني انا خايفة. هي بتلم رجليها ليه يا ماما؟ اجيب الكاميرا كده. اجيب ده ايه؟ ده ايه؟ دي مذاكرة. ده ايه؟ الكنافة اللي هنا دي ايه؟ كل ده طالع. ثواني بس. كل ده طالع ليه؟ على فكرة واحدة من اصحابك في عالم جودي وجايدة كانت كاتبة تعليق انت ازاي رجلكي بتقضي تربع جوه الديسك. والله العظيم كل ما افتكر اقول لك انسى. طب والله العظيم كل ما افتكر اقول لك انسى. وربنا
كانت كاتبه لك قبل كده ايه؟ جودي انت ازاي رجليكي بتربع جوه الديسك؟ ازاي بتقضي؟ ازاي بتقضي؟ جودي، جودي طلعت شطوره اكتر من جايده. انجزت واجب المدرسه، يعني انجزته بصراحه، وقاعده دلوقتي بت ايه؟ مذاكره. طب السؤال بقى، ليه مش لميتي الكنافه دي وبعد كده كملتي مذاكره؟ طيب بتذاكري ايه؟ طيب نذاكره سوا. درس ايه؟ قراءه. ايوه، درس اسمه ايه؟ السبيل في النجاح. السبيل في النجاح. Yes, كله كده اتحل. فاضل القطعه دي. فاضل القطعه دي والقطعه دي. اني القطعه دي برضو فيها شويه حاجات. Yes. طب ما تيجي نحل دي عشان دي في حاجات كتير ناقصه سوا. يلا بينا. اصحابك بيحبوا يذاكروا معاكي. نقول بسم الله. اقري بقى كده. الطموح. الطموح هو الذي يحرك العزيمه. العزيمه عند الانسان فيشدها. فالطموح الموظف في وظيفته ينعكس. ينعكس عمله على عمله. ينعكس على عمله. جودي عندها مشكله في حروف الجر، عندها مشكله في الالف واللام. ما اعرفش في حاجه عند جودي انا مش فاهماها. يلا كملي. ينتظم ويحسن الاداء. الاداء ايه بقى؟ ها. ويضاعف. ويضاعف الانتاج. وطموحه التاجر ينعكس على مسلكه في معامله الزبائن. هو وهو بسعيه الى توسيع تجارته. الى توسيع تجارته. ماشي. محتاج الى كسب رضا الناس بصدق المعامله. طيب معنى العزيمه؟ لو معرفتش تجاوب يبقى مش مذاكره. لا، معنى العزيمه. انا ما اعرفش، انا ما اعرفش عربي والله. معنى العزيمه ما اعرفش. معنى العزيمه. يا رب مش حافظه الدرس. لا فين؟ ما بحفظش. فين المعاني؟ معنى العزيمه. مفيش عزيمه. اهي اراده. اللي جاب الاصرار الاراده. اللي جاب الاصرار الاراده. شيل السين وحط الريس. شيل الس وحط الدالس. شيل وحط. ده انت خليتيني انا اتلخبط. اللي جاب الاصرار للاراده يعني جمع التوازن. جمع ايه؟ كلمة على التوازن. هوزنك انا دلوقتي. اكتب الارادة. اكتب الارادة. ايوة. الارادة ازاي؟ الف لم الف. رادة. الحمد لله كتبتها. شطورة. خلصت كله؟ ناقص الدرس. يلا طلعي الدرس. انا قاعدة معاكي اهو. ايه مضاد يحسن؟ يسيء. يسيء. ها. جمع التاجر. تاجر. جمع التاجر ايه بقى؟ التاجر برضو. تاجر. يا لهوي. جمع التاجر. انت كاتباه ايه؟ التجار. جمع التاجر. التواجر. التواجر. جمع التاجر. التواجر. ماشي ماشي. مفرد الزبائن. الزبون. الزبون. بجد؟ ماشي. طيب ما الذي يحرك عزيمة الانسان ويدفعه الى العمل الجاد؟ ايه؟ الطموح. يس صح. الطموح. في سؤال تبع البسج تبع اسمها ايه القطعه اللي قبلها ما تحلش هنا. النتائج المترتبه على الطموح مش عارفاها. بس هو صوره من. لا استني. ها. وهو مقرون بالعزيمه الصادقه والسعي الجاد. اما الطموح هو صوره من صور الطمع. يبقى النتائج المترتبه ايه؟ ثواني. غير أن هناك فرقا كبيرا بين الطموح والطمع. الطموح صفة من الصفات الكريمة. يبقى هتقولي إيه بقى؟ مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد. العزيمة الصادقة والسعي الجاد. يلا يا جيداتي ابتدي في الواجب. هجيلك دلوقتي. ها. في إيه تاني ما تحلش؟ ده تبع دي برضو؟ يس. إذا ما سبنا ليه؟ كيف يكون الطالب طموحا وما أثر طموحه عليه؟ النجاح. آه. يكون طموح إزاي؟ بالنجاح. يكون طموح عشان هو بيذاكر ويجتهد. ها ثواني. يس. يذاكر يسعى إلى النجاح. يذاكر. يذاكر ويجتهد وأثر طموحه بقى يؤديه لإيه؟ يذاكر ويجتهد. تمام. ايه تاني؟ اللي هو يسري النكاح.
ويصل الى النجاح. يعني لو في حاجه، لو في اجابه احلى من كده خليهم يكتبوا لنا تحت في التعليقات، بس انا حاسه ان دي كده حلوه. طيب اكتبيه عشان انزل اعملها. حاضر حاضر يا قلبي. العمل هو عايز ايه؟ العلاقه بين العمل وتحقيق الامال ليه؟ العلاقه ما بينهم، انا ما اعرفش العلاقه. علاقه ايه؟ العلاقه ما بين العمل وتحقيق، اكيد علاقه طرديه. لا انت خدتي علاقه، حاجه اسمها علاقه طرديه، ولا ما بهزر؟ يعني كل ما اشتغلتي اكتر كل ما املك واحلامك اتحققت. ها المديره اكتبي، اكتبي علاقه طرديه، علاقه طرديه بالط. لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. اجيب كتاب نور البيان ولا اعمل؟ وفي الانجليش متلخبطه ما بين الاس والسي. طيب علاقه طرديه، كلما زاد العمل، كلما زاد العمل، التاء المربوطه دي بتعمل ايه في زاد؟ زاد العمل تحققت الامال، تحققت الامال والاحلام. يا رب تكون الاجابه صح وما اكونش بعك. فاكره لما قلت لك نفترض الناس 60 في الاخر؟ يلا بالبركه ان شاء الله خير. اذكر حديث نبوي يحث على اتقان العمل. لا استني، انا كان في دماغي بس استني هفتكره. العمل ان الله، ايوه ان الله، دوري ها، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اكتبيه، اكتبي قال رسول، يا بنت هتجننيني يا بنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جايه لك اخر حاجه هكتبها معاها، وسلم ان الله، ان الله يحب، يحب اذا عمل احدكم عملا، عمل عمل لم بس، لم بس احدكم، احدكم عملا، عملا ان يتقنه. صدق رسول الله. ها كده تمام. اقوم بقى للاروبه الثانيه، نقول بسم الله. انا عايزه اقول لكم انا طول النهار من بعد ما اكلنا سوري، من المكتب ده للمكتب ده، من الانسه دي للانسه دي، راحه جايه راحه جايه. ها هنكتب ايه؟ يس بتكتبي ده. طب ما تقرأي لي كده، دي اخدتي النهارده ايه، 3 و4 ولا اخدتي ايه؟ خدت دور الحصه اللي فاتت بدور الحصه. طب ما تقرأي لي كده اللي خدتيه الحصه دي. ذهبه طبق الطعام، حلوه طبق الطعام دي، يلا يلا بسرعة. ذهب خالد ليختار طعام. بصوا ثواني يا جايدة، بصوا بقى، جايداء عكس جودي تماما في العربي. ايه؟ جايداء في الريدنج، في القراية رائعة، وبتقرأ بالتشكيل وبتكتب بالتشكيل. العكس بقى جودي في الانجليش أحلى، يعني الانجليش أسهل. أهم حاجة عايزاكي تراجع الحكمة عشان مش عايزاكي تقفي تقوليها من ورقة. حلو شطور. يوم ايه؟ يوم الاربع؟ يوم الثلاث؟ انا اول حصه. ماشي يا قمر، يلا حبيبتي. ذهبه، ذهبه خالد ليختار طعاما اخر، فوضع قطعة. انتي منتي لازقه في الكتاب كده ليه؟ ها يلا الفلاش. طب استنى في الفلاش اهو، يلا ماشي. فوضع قطعة، قطعة دجاج، وجلس مرة، دجاج ماشي، مرة أخرى، مرة أخرى إلى المائدة. وعندما بدأ في تلاوته حصل إيه؟ أوقفته أمه قائلة، هذا الطعام أيضا غير متكامل، هذا خالدا مرة أخرى الأخشور طعام متكامل. فوقف متحيرا وقال، وجدتها فأمي دائما تقول لي تناول سلطة الخضروات سأضع بعض السلطة. شطورة. دلوقتي ما ركزي معايا بقى، دلوقتي مطلوب منك تعملي ايه؟ بلح البحر. ماشي، بس مطلوب منك النهاردة تكتبي ايه الدرس كامل؟ ما فيش اي حاجة تاني هوم ورك كده في العربي؟ تعملي لي دول. مفيش اي حاجه استخرج او نجاوب او نعمل اي حاجه؟ عايزاكي تشوفي واجب المدرسه. وريني بسرعه. عملت قد كده. انا ما اعرفش انت عملتي عملت ال عملت له الاكزام.
الزمن بجد؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. لا كفاية، عرفتي تعملي حلل المقاطع؟ ال في ت مي نت صح. هي دي ايه التعجب؟ التعجب هي التاه بتيجي لو فوقها اللي عامله زي التلاته دي بتيجي مع الالف واللام مره. وعج برضو عشان عليها شده. والجمل ماشي. الجن دو الجندوف. طب يا ليه حطت الفهم على اللام؟ صح. الجندوف لي الفهلة. الفهلة الفهلة يا لهو علي، انا مش عارفة اتكلم. الفهلة جت مع اللام. ما الفه سكون. هي السكون بتيجي مع اللي بعدها؟ لا مع قبلها. الجن دو مش دو دي مش دو دي مد بالواو بتيجي مع بعضها. دو المد والممدود علشان هنا الواو كده صح، بس الفه مفتقة مع قبلها عشان فيه ساكن. لا دي انا مش عارف، بس المفروض مش المفروض لي مع بعضها برضو ال يا لهوي على العرب اللي دخل في الانجليزي. لم ي انا حاسه الجندوف لي فيها حاجه. مش هتزعقلي. بصي نو 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 لا 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 عايزين لا خلي اصحابنا. انا مش عارفه الجندوف لي كده ممكن تتحل المقاطع ازاي. خلي اصحابنا يكتبوا لنا تحت في التعليقات. احنا كنا هناك وبلح البحر. خلي اصحابنا يكتبوا لنا تحت في التعليقات. تمام. يومنا كان حلو النهارده. بندانه مش بندانه. لا ده انت قمر من غيرها، والله قمر من غيرها. طبعا احنا لسه مكملين، لسه عندنا حاجات كتير جدا صح. ولسه ننام ايه؟ لا طبعا لسه بدري في يومنا، بس عشان ما نطولش عليهم الفيديو اكتر من كده. جودي لمت الكنافه اللي هنا شويه، وهلم انا الكنافه بتاعه جايده اللي هنا شويه جايداتي، وهنقعد نمثل بقى ونعمل نفسنا نايمين وعايزين ننام. لا نلم اللي ورانا الاول ونخلص مذاكرتنا واجباتنا وبعد كده ننام. متفقين؟ بس دلوقتي نقول لهم ايه؟ لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على القناه عشان وباي باي. يلا باي. يلا تاني ارفعي ايدك لفوق خلاويز. حرام عليكم بقى لنا 10 دقايق بناخد صوره. يلا كفايه ضحك. يلا تاني امسك نفسك. لا حول الله يا ربي. عايزين ناخد صوره للفيديو. يلا يلا والله بيقعدوا يقولوا لي انت ليه مش بتحطي صوره مخصوص. ارفعي ايدك فوق شويه يا جودي. بس كده قمر تبصين لبعض كده ليه؟